أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية. في المستهل تنظم اليوم وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية يوما إعلاميا مخصصا لترويج للاستثمار المنجمي في الجزائر بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة. من هناك تلتحق بنا موفدة قناة الجزائر الدولية الزميلة سمية غانم. أهلا بك سمية. أهلا بك قناة الجزائر الدولية. نعم كما ذكرتي تفضلي زميلتي. اليوم هناك يوم إعلامي. نعم نادية، يوم إعلامي لأول مرة يخصص بهذا الحجم لقطاع المناجم، قطاع هام ومهم جدا للاقتصاد الجزائري. اليوم سيتم الحديث عن الموارد المنجمية للجزائر، وكان في صبيحة اليوم باشر هذا الصبيحة السيد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب جولة لمعرض هنا خصص المؤسسات الجزائرية للوقوف على نشاطها في هذا المجال، مجال المناجم. طبعا يسعدني أن يكون معي، يلتحق معي وزير الطاقة والمناجم اليوم للحديث أكثر وإعطاء أكثر تفاصيل حول هذا الحدث. سيد الوزير، اليوم قلنا أن قطاع مهم ومهم جدا، عادة ما يخصص مثل هذا الأحداث للحديث عن الغاز أو الحديث عن البترول، لكن الجزائر تسخر بثروات منجمية هامة جدا. هل ممكن تقدم لنا تفاصيل حول هذا اليوم سيد الوزير؟ اليوم برعاية سيد رئيس الجمهورية قمنا بتنظيم يوم إعلامي حول المجال المنجمي الجزائري بصفة عامة في كل نشاطاته. كما شاهدتم معنا في الصباح أننا تجولنا في عدة معارض قاموا بها مؤسسات جزائرية عامة وخاصة كذلك في مجال النشاط المنجمي. الهدف من وراء اليوم الإعلامي اليوم هو التعريف بالمجال المنجمي أولا، وكذلك سبل الشراكة مع القطاع العام والخاص وكذلك الشركات الأجنبية المختصين في المجال المنجمي للنهوض بهذا القطاع، نهوض بهذا القطاع في كل مراحل نشاطات القطاع من البحث، الاستكشاف، التنقيب والاستغلال على المواد المنجمية لتكوين المواد الأولية وتوفير هذه المواد، خلق الثروة، مناصب شغل كثيرة، وتفعيل النشاط الاقتصادي في هذا المجال. السيد الوزير، بالتزامن مع هذا أن الجزائر تسخر اليوم بثروات منجمية هائلة على طول كل الولايات تقريبا الجزائرية، بداية من تبسة إلى سوق هراس، سكيكدا، عنابة إلى مغنية اليوم، لكن هناك اليوم السؤال، هل سيتم مراجعة قانون الاستثمار ليكون يترافق ربما مع فتح المجال للاستثمار في مجال المنجم؟ أكيد، وكذلك الثروات المنجمية الكبيرة الموجودة من الشمال إلى جنوبنا الكبير، يعني من بين النقاط لإنجاح النهوض بالمجال المنجمي الجزائري هو إعادة النظر في قانون المناجم، لأن لازم نرجع قانون المناجم أكثر جاذبية لرؤوس الأموال، أكثر جاذبية للاستثمار، وأكثر جاذبية لكل العمليات اللي يقوموا بها من خلال المرافقة لغاية إنجاح المشاريع. لازم نغير مفاهيم كل المؤسسات الموجودة في عبر التراب الوطني في المجال المنجمي، أننا نرافق المؤسسات الجزائرية يعني من قطاع عام وخاص لإنجاح المشاريع، وهذا ما نصب إليه من خلال القانون الجديد اللي هو مسودة الآن جاهز، وإن شاء الله راح نطرحه في الأسابيع القادمة للمجلس الحكومة وكذلك مجلس الوزراء والبرلمان بغرفته إن شاء الله. سيد الوزير، أغلب المشاريع ربما في قطاع المناجم هي مشاريع مدمجة، يعني تستلزم تنسيق مع كثير من الوزارات الأخرى، على سبيل مثلا نأخذ غار جبيلات، أيضا يجب التنسيق ربما مع وزارة الأشغال العمومية، وزارة النقل، لتكون هناك أيضا سكة حديدية. ما مدى التنسيق بينكم وبين الوزارات الأخرى؟ واليوم شاهدنا أن هناك وفد وزاري هام كان معك مرفوقا في هذه الجولة. أصبت كثير في هذا السؤال، لأن بقرار من سيد وزير الأول كانت شكلت لجنة مختصة من وزراء
مختصين ومعنيين بكل المشاريع المدمجة في المشاريع الكبرى من الوزارات، الأشغال العمومية، المياه، كذلك البناء، كذلك النقل، كل وزراء المعنية، كذلك حماية البيئة، كل وزارات المعنية موجودة ضمن هذه اللجنة المشكلة من وزراء وكذلك خبراء لإنجاح المشاريع. الآن رايحين لإنجاح المشاريع، ما بقاش نكتبوا البرامج فوق الورق ونخليوها هكذاك، لازم تطبيق في الميدان والبرنامج الزمني المدروس في الحكومة والمصادقة عليه ونتابعوه في الحكومة. كذلك آخر سؤال معالي الوزير، بالنسبة للمشروع المدمج للفوسفات الذي يربط 4 ولايات من تبسة سكيكدة وصولا إلى عنابة، هل ممكن تقدم لنا أكثر تفاصيل على هذا المشروع؟ إلى أين وصل اليوم؟ مشروع ماشي حسب البرنامج ودراسته منتهية، وكذلك الشريك كذلك الآن رانا في الدراسات الأخيرة، وفي خلال الأسابيع هذه القادمة في شهر ديسمبر راح يكون له توقيع على الشريك اللي راح يبدأ في استثمار هذا المنجم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك السيد الوزير. طبعا هذا كان بداية اليوم الذي الإعلام الذي خصص اليوم لقطاع المناجم، سوف تكون بعد قليل كلمة افتتاحية للوزير وزير الطاقة والمناجم الجزائري، بعدها ستتواصل هناك ورشات، في الأخير ستكون هناك ندوة صحفية بعد ظهيرة اليوم لوزير الطاقة والمناجم الجزائري لتقديم التوصيات حول هذا اليوم الإعلامي. العودة إليك لاستكمال باقي تفاصيل النشاط الاقتصادية، وسنوافيكم بأكثر أخبار في موعدنا الإخبارية اللاحقة. شكرا لك سمية، ولوزير الطاقة والمناجم كنت معنا على المباشر من المركز الدولي للمؤتمرات. تراجعت أسعار النفط في تداولاتها المبكرة الثلاثاء ليسجل مزيج برنت العالمي مستوى دون 71 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 أشهر، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.55% لتصل إلى 70.83 دولارا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.39% متراجعة إلى 67.58 دولارا للبرميل، وبذلك تكون أسعار النفط قد تخلت عن المكاسب المحققة في جلسة الاثنين وسط مخاوف اقتصادية من تأثير السلالة الجديدة لفيروس كورونا على الطلب الخام. في المقابل توقع بنك الاستثمار الأمريكي جي بين مورغان ترتفع أسعار النفط إلى 125 دولار للبرميل العام المقبل. البنك توقع أن تصل أسعار الخام في 2023 عتبة 150 دولارا للبرميل. هذا وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول تأجيل اجتماعين فنيين كان من المقرر عقدهما هذا الأسبوع. ونقلت وكالة بلومبيرك أن المنظمة ستؤجل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة اليوم الأربعاء على أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الخميس المقبل. هذا ورفضت روسيا اتخاذ أي إجراءات عاجلة لمواجهة الانخفاض الحاد الذي لحق بأسعار النفط في الوقت الراهن. وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك إن بلاده ترى أنه لا حاجة لإجراءات طارئة في سوق النفط، قبل أن يضيف أن شركاء أوبك بلاس لم يطلبوا إعادة التفاوض بشأن اتفاق الإنتاج استجابة لتفشي متحور فيروس كورونا الجديد. في شأن طاقوي آخر، نصبت وزارة الطاقة الجزائرية هيئة محلية مكلفة بإعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين والوقود الأخضر. بيان عن الوزارة الجزائرية أوضح أن اللجنة المكونة من ممثلين من محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية ووزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ومجمع سونطراك ومجمع سونالغاز ستتكفل بتطوير خارطة الطريق لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين في الجزائر.
هذا وباتت الجزائر على أعتاب مرحلة مفصلية في تاريخ قطاع الطاقة بالإعلان عن نواياها لتصدير الوقود الأخضر باستخدام أنابيب تصدير غازها نحو أوروبا، بالتزامن مع الكشف عن عزمها تخفيض صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بالربع وتعويضها بالهيدروجين الأخضر في أول تجربة رائدة في العالم. تقول سمية غانم: الوقود الأخضر يدخل سلة صادرات الجزائر من المحروقات ضمن تحول جذري يمهد لتصدير الهيدروجين نحو أوروبا انطلاقا من الجزائر، بإعلان إيني الإيطالية العملاقة تنازل عن جزء من حصتها في شركة تسيير الأنبوب الناقل الغاز الجزائري عبر الأراضي التونسية في صفقة قدرت قيمتها بنحو نصف مليار دولار. العقد المبرم مع مواطنتها سنام يستهدف عبرها عملاق الطاقة الإيطالي توفير موارد مالية إضافية لتغطية نفقات الانتقال الطاقوي الذي تنشده أكبر شركة غازية في جنوب أوروبا بالتأسيس لكيان جديد تحت مسمى نيوكو يكلف بتسيير المنشأ الغازية مع تكييف خدماته بنقل الوقود الجديد. مسعى مهدت له مجموعة سوناتراك الجزائرية وإيني الإيطالية بهدف تحويل شمال إفريقيا لمركز إقليمي لإنتاج الوقود الأخضر، لتكون بذلك الجزائر أول دولة تشرع في دراسة إمكانيات تصدير الهيدروجين عبر خطوط أنابيبها العابرة لأوروبا. تحول استراتيجي ورائد يستند على تعويض ربع صادرات الغاز نحو إيطاليا بالوقود الجديد ضمن مساعي أكبر شركة اقتصادية في إفريقيا لتسريع وتيرة انتقالها الطاقوي بإطلاق شراكة استراتيجية بين سوناتراك وإيني الإيطالية تتضمن تقييما مشترك لجدوى إنتاج الوقود الحيوي الهيدروجين والطاقات المتجددة. في شأن طاقوي آخر، حققت شركة غاز بروم الروسية أرباحا صافية قياسية في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية لامست 20 مليار دولار، وزادت إيرادات أكبر مجموعة طاقوية روسية بأكثر من الضعف خلال الفترة المرجعية بارتفاع أرباحها الصافية بنسبة 137% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. كشف الرئيس الصيني شي جينغ بينغ عن استحداث صندوق استثماري لتمويل المؤسسات المالية الأفريقية بقيمة 10 ملايير دولار. الرئيس الصيني في كلمة ألقاها عبر تقنية التحاضر المرئي في افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الأفريقي الصيني فوكاك التزم بضخ ما لا يقل عن 10 ملايير دولار كاستثمارات صينية مباشرة في القارة السمراء في غضون السنوات الثلاث المقبلة. تواصل أسهم شركات إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ارتفاعها إلى مستويات قياسية في ذروة موجة التراجع الحاد في جل أسواق المال بفعل انتشار السلالة الجديدة من الفيروس، ونجحت مجموعة فايزر الأمريكية في زيادة قيمتها السوقية بأكثر من 17 مليار دولار في حين ارتفع سهم موديرنا بنحو 9% في تداولات الاثنين. التقرير في السياق لعبد النور حفصاوي. في ذروة الانهيار الحاد للبورصة العالمية، تصنع شركة إنتاج اللقاحات الاستثناء لتكون أكبر الرابحين في موجة عنيفة خلفها ظهور سلالة جديدة متحورة لفيروس كورونا. مجموعة فايزر الأمريكية تصدرت قائمة الرابحين بارتفاع قيمتها السوقية بنحو 18 مليار دولار في جلسة واحدة بعد أن ارتفع سهمها بأكثر من 6% في تداولات الاثنين. سهم بيونيتك حليفة فايزر في تطوير مضادات الفيروس التاجي قفز هو الآخر 14% في ظرف أسبوع ليراكم أرباحه القياسية منذ بداية العام الجاري الذي ارتفع بنحو 47%. مكاسب مرشحة للارتفاع على وقع الأنباء الإيجابية بشأن تتويج لقاح فايزر بلقب المنتج الدوائي الأكثر مبيعا في السنة،
وتوسيع استخدامه ليشمل فئة الأطفال، مع توقعات بتطوير لقاح جديد مضاد للسلالة الجنوب إفريقية في غضون 100 يوم على أقصى تقدير. تداولات مجموعة موديرنا سارت على نفس النهج، محققة قفزة في سعر أسهمها بلغت 21% في جلسة الجمعة الماضي في أحسن أداء يومي منذ بداية الجائحة مارس 2020. منحى تصاعدي يتعزز بتصريحات لمسؤولين داخل المجموعة الدوائية الأمريكية بشأن قدرة لقاحها في تحييد أوميكرون، بالتزامن مع اختبار لقاحات جديدة في غضون الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة. بالعودة إلى الشان الجزائري، أنعشت الأمطار الغزيرة المتساقطة في مناطق واسعة من شمال البلاد آمال الكثير من الفلاحين في تسجيل موسم فلاحي وفير، ويعول المزارعون العاملون في شعبتي الحبوب والخضروات على الغيث لتدارك ما فاتهم لإنقاذ محاصيلهم خلال الموسم الفلاحي الحالي. التقرير في السياق لنريمان حماني. 3 أسابيع متتالية من التساقطات المطرية كانت كافية لإنعاش آمال أكثر من 2 مليون فلاح بالجزائر في تسجيل موسم فلاحي وفير، ويحدث القطيعة مع 3 سنوات من العجاف. أمطار غزيرة مرفوقة بتساقط كميات معتبرة من الثلوج على المرتفعات الشرقية والوسطى للبلاد تزامنت مع حملة الحرث والبذر، ما من شأنه تحفيز الفلاحين على الزرع تحسبا لحملة الحصاد والدرس ماي المقبل. ولكان يعني شفنا الأرقام المتداولة، إلى كان شفنا غير هنا في منطقة الجزائر، يعني الكميات المتوسطة السنوية اللي ما تفتح يعني في 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 سنة طاحت في أسابيع. يعني إن شاء الله إلى كان تمت يعني التساقط في 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 وقت آخر، يعني مثلا من جانفي فيفري مارس، إلى كان إن شاء الله كانت هناك أيضا كميات معتبرة لتسقط، إن شاء الله نستطيع أن نقول أن الموسم الفلاحي سيكون جيدا إن شاء الله. الكميات المتساقطة دون انقطاع يأمل القائمون على القطاع الفلاحي في البلاد على أن تدفع بالفلاحين المتأخرين في حرث أراضيهم للحاق بالموسم الزراعي بعد تسجيل خسائر معتبرة في الموسم الماضي جراء تراجع المساحات المزروعة نتيجة الشح المالي وانخفاض معدل المردودية بالنصف في الهكتار الواحد. دائما عندما نقول عن الموسم الفلاحي دائما يعني نعني الحبوب، لأن الشعب الأخرى يعني غالبا ما تستفيد من السقي، ولكن عندنا احنا هنا الحبوب اللي هي يعني محاصيل مطرية، ولهذا فنحن دائما نقيس إنتاجها يعني بالموسم إذا كان جيد من ناحية الأمطار. وستكون شعبة الحبوب أكثر الفروع الفلاحية استفادة من التساقطات المطرية، خاصة وأنها مست مناطق تشكل أحواضا كبرى ورئيسية في إنتاج القمح، القوت الأول للجزائريين. وإذا كانت أمطار نوفمبر فأل خير وجرعة أكسجين بالنسبة لمنتجي الحبوب، إذ تعطيهم فرصة ثانية لبعث محاصيل القمح، فإنها أدخلت الفلاحين في شعبة الخضار والفواكه في سباق مع عقارب الزمن بالنظر إلى اعتمادهم على الزراعة الموسمية الآنية. نصب الوزير الجزائري المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسة الناشئة ياسين وليد فوج عمل لإعداد أول قانون يتعلق باقتصاد المعرفة في الجزائر، ويضم الفريق خبراء من قطاعات وزارية ذات الصلة، فضلا عن مشاركة أكاديميين جزائريين من داخل وخارج الوطن. تم اليوم تنصيب اللجنة الوطنية لصياغة القانون الإطار لاقتصاد المعرفة، واللي هو أحد ربما أبرز ما جاء به قانون مخطط عمل الحكومة لهذه السنة. نحن نأمل من خلال هذا القانون أن نرسم المبادئ الكبرى والخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية فيما يخص دعم اقتصاد المعرفة والابتكار بطريقة عامة في الجزائر. تأتي صياغة هذا القانون بعد الجلسات الوطنية لاقتصاد المعرفة
التي نظمناها شهر مارس الفارط والتي جمعت أكثر من 1400 خبير جزائري من الجزائر ومن الخارج حول محاور مهمة تخص الاقتصاد المعرفة اللي هي الملكية الفكرية، البحث والتطوير، نقل التكنولوجيا، الحوكمة والتمويل الابتكار. توقع رئيس مجلس القمة العالمية للحلال يونس إيتي أن يبلغ حجم أسواق الحلال عالميا نحو 8 تريليونات دولار قريبا، بزيادة تريليون دولار على المستوى الحالي. إيتي في تصريحات أدلى بها على هامش قمة منتجات الحلال المتواصل في اسطنبول التركية توقع أن تتجاوز حصة التمويل الإسلامي نحو 3.5 تريليون دولار، والأغذية والمشروبات تريليوني دولار، وسياحة الحلال 400 مليار دولار، ومستحضرات التجميل 200 مليار دولار، وملابس المحجبات 240 مليار دولار. نهاية النشرة، إلى اللقاء.